السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي راديو داران دوكا من 1919 مع صوتي شعبي داران دوكا. نحاركم سعيد أو أمسية سعيدة أينما كنتم. تحية لدكتور منصور أرباب يونس رئيس حركة المساواة السودانية الجديدة نيو جيم، وتحية لمنظمي الندوة، وتحية لكل أبناء الوطن من جميع أنحاء فرنسا والدول الأوروبية المجاورة وكل النشطاء. أخذ اجتماع بما يسمى مدخل لحل جذور الصراع السياسي في السودان، وكانت اجتماع وندوة سياسية موفقة جدا في عاصمة الفرنسية باريس من ناحية الحضور وعلى مستوى النقاش. ومعروف دكتور منصور من أبرز السياسيين الدولة السودانية، ليس فقط رئيس الحركة، وشخصية قيادية جدا من كل النواحي. وشفنا من خلال الندوة طريقة سرد بيها وطريقة العياب بيها على أسئلة اللي سأل فيها في الندوة، وكان طريقته في التعامل مع الحضور والتواضع كان ملفت جدا. وبالتوفيق له، ونتمنى الناس اللي ما حضرت تحاول تحضر المقاطع المتداولة في السوشيال ميديا. وتوضيح في نقطة بسيطة جدا، الناس تحاول مهما اختلفت سياسيا تحترم نضالات بعض، ما مهم انت تابع لأي جهة أو حركة أو أي منظومة. فمبدأ الاحترام مهمة جدا، فمهما اختلفت في كل باقي سياسات أو في كل المبادئ، فالاحترام أهم مبدأ. فما في إنسان يخسر نضالات باقي الناس على حساب تفرقة أبناء الوطن. فأنتوا كنشطة وكناس فرضتوا نفسكم في الميديا كنشطة، فلازم تتقبلوا آراء الناس أو تعليقات الناس. فأنت كشخصية عامة فأنت مجبور تتعامل سواء كانت التعليقات اللي بتجيك إيجابية أو سلبية، فلازم يكون عندكم مبادئ وخيام، لأنه كلام اللي بيطلع منكم أول شي بمثلكم وبمثل الحركة اللي أنت تابع لها وأنت بتنادل على شنو. فشيء تاني، بدون إساءة لأي منظومة أو لأي حركة تانية، فأنت زي ما مقتنع بمبادئك ونضالاتك وبقناعة تامة أنت منتمي لحركة معينة، فأنت ممكن بنفس الطريقة باحترامك بطريقة كويسة بتقدر تقنع الناس بأفكارك اللي أنت ماشي بيها ومقتنع بيها بدون تقليل من خيمة إنسان تاني. فشكرا على الاستماع، وإلى اللقاء في حلقات القادمة. دمتم سالمين.